تسعى ألمانيا من خلال حملة ترويجية لبيع ملاجئ الحرب العالمية الثانية التي تم ترميمها وتغيير ديكورها الداخلي لتصبح صالحة لاستخدامات أخرى، ما جعلها وجهة يتنافس عليها الألمان لشرائها أو استثمارها في مشاريع بعيدة كل البعد عن طموح النازي. المهندس المعماري الألماني راينر ميكلي يعيش في بنت هاوس وكان مخبأ سابقا في شمال مدينة بيرمن. ميزة هذه الأماكن أنك تتمكن من تغيير الديكور بحرية لأنه لا توجد جدران دعم، ولكن هذه الأماكن تتطلب الكثير من العمل من أجل ترميمها وتجديدها لتصبح مناسبة للعيش أو للعمل. المهندس المعماري كان رائدا في فن تحويل هذه الهياكل القاتمة إلى مكان مشرق للمعيشة والعمل. في الشارع المجاور اشترت شركة ميكلي 3 مخابئ، فعمل على الأول وحوله لشقق سكنية، والثاني والثالث تم تحويلهما إلى استوديوهات موسيقى وأماكن عمل، نظراً لأن الجدران السميكة توفر عزلاً مثالياً للصوت. بالنسبة إلى الآلة التي أعزفها وهي الدرام، صوتها عالٍ ومرتفع جداً، ومن الصعب العثور على مكان كهذا من أجل التدريبات. فالنتاين أكبر مخابئ بيرمن، وخلال مرحلة بنائه توفي أكثر من 1400 سجين من جميع أنحاء أوروبا. المؤرخ ماركوس ماير أقام معرضاً تذكارياً للمكان وعرف باسم مركز بيرمن للتعليم السياسي، وهي أحدى مؤسسات الدولة والتي تهدف إلى زيادة الوعي بجميع جوانب الحياة السياسية. عليك فقط أن تكون على علم بما حدث والمكان الذي تقيم فيه، ولكن في النهاية الأمر متروك لكل شخص للحكم على ما حدث وكيف تم بناء هذا القبو من خلال إجبار المساجين على العمل القصري.